أما هلا رشا رح نبقى بحلب أو رح تبقى حلب دائما بقلوبنا، لكن هالمرة للحديث عن العمل المجتمعي والإنساني وتحديدا من مبادرة شهيق زفير اللي كان لها دور فاعل على الأرض وخصوصا بوقت جائحة كورونا. وهي المبادرة تأسست بعام 2020 واتجهت حاليا للعمل تحديدا للعمل لذوي الهمم لدعمهم وتأهيلهم بشكل أكبر وتأهيلهم مثل ما بنقول من النور من الظلام إلى النور. هاي الجمعية كان لها كثير بصمة كبيرة وما زالت تعمل. لنحكي اليوم عن دورها وأهدافها هي المؤسسة. بيسرنا نرحب بالأستاذ مؤسس المبادرة السيد منتصر كيالي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. صباحك ورد وفل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف حالك؟ حلب تمام شكرا الله. سلم على الشباب. أكثر من هون كيف؟ لا جوا حلب، حلب مقبولة نوعا ما. تمام الحمد لله. ضل هيك الشام فسحة لكم بين كل حين وآخر يعني. حلب الشام هي بصراحة بالنسبة لنا يعني الشام العشق عن جد، يعني الشام فيها كل شيء مميز، كل شيء حلو فيها كونها قريبة العاصمة، بس هي بالأخير توأم يعني حلب والشام توأم. اهلا وسهلا فيك استاذ منتصر. اهلا وسهلا فيك واكيد تحياتنا لكل اهالينا بحلب. ضيفنا اليوم انت من حلب. خلينا نروح لشهيق زفير. 4 سنوات من العطاء والعمل الانساني على الارض، العمل الطبي. بلشتوا بجائحه كورونا، كنتوا خلينا نقول الطريق الطبي، كنتوا عم تساعدوا الناس بهداك الوقت، واليوم نحن رحنا لطريق اخر، رحنا للعمل الانساني لمتلازمه داون لاطفال. وقت بنقول اطفال داون عم يحكي اليوم عن متلازمه الحب، هدول الأطفال اللي عندهم دائما شيء مميز بشخصيتهم. خلينا نحكي على هذا التحول بين الشقين. احنا بالبداية اكيد احنا فريق سوري مجتمعي وطني، اشتغلنا بمبادرات أهلية. كان لنا مبادرة بالبداية كانت هي شهيق وزفير اللي بلشنا فيها بمساعدة مرضى الكورونا اللي شافها منها 8000 تقريبا وكذا حالة. قدمنا اكيد احنا شغلات للمواطنين بشكل مجاني. كان لنا دور كان كثير مجتمعي حلو. الحمد لله اتجهنا لأمور كثيرة ساعدنا فيها أشخاص كثير كانوا نقطة التحول. نحن نقول يعني من الموضوع الطبي للموضوع الإنساني الثاني، وبالأخير يعني إنساني، سواء مثلا ساعدتي مجال طبي أو ساعدتي مجال مثلا أطفال أو إلى آخره. أنا عندي حب من زمان، عندي موضوع أطفال ذوي الهمم. هدول الأطفال بشوفهم بالشارع لا شعوريا برقد عليه، بلفه وببوسه وبحاول إني دوما أصور معه، إني إذا بحصل بعمل شيء معين. فصار هالموضوع عندي مثل الهاجس نوعا ما ببالي أنا. فاشتغلنا على الموضوع، وكان لنا بداية مع جمعية الرجاء، كان لنا عنا عدة مبادرات اشتغلنا عليها بطريقة صحيحة مضبوطة، كان لنا دور إيجابي، ونفس الوقت حاولنا نكون احنا موجودين على الأرض. تمام استاذ، يعني كثير قديش بتحس بكميه الحب وقت بتدعم هدول الاطفال، وخصوصا في منهم بيتعرضوا لتنمر، وانت بهي المبادره عم تدعمهم وعم تاهلهم حتى من ناحيه التعليم، حتى من ناحيه طبعا. العمل مؤخرا عم تقدموا نشاطات تمثيليه مع اطفال، تخبرنا شوي عنها وعن هي النشاطات. هلا هو بصراحه بيني وبينك موضوع ما مخطط له ابدا. نحن كنا باحدى الكافيات المطاعم، شفت كان معي فريق، كنا طالعين بجوله مع الاطفال، فشفت ممثلين سوريين بالصف الاول، كله تحيه لهم اكيد. فشافوهم الاطفال، هن الاطفال هدول بحد ذاتهم عندهم من جواتهم شيء حب لشيء اسمه تمثيل. او عندهم هلا بجوز مثلا عندهم عجز بموضوع النطق او الحكي نوعا ما، بيمثلوا بموضوع البادي لانجويج بجسمهم، بيمثلوا بحركاتهم كذا. فشافوا قالوا يعني نحن بدنا لازم نكون موجودين نحن أستريم بمؤسسة باب الحارة. فشفت أنا المخرج قلت له إني شو رأيك إني نعملها موضوع؟ قال أوكي أنا جاهز ما عندي مشكلة. مباشر عمل لوحة سماها المميز، وهو مؤسسة الحب وبعض. كان الموضوع له دور إيجابي كتير. فمثلوا شوفي فرحتهم، شوفي العيون شو عم تلمع لحالها من جوات، يعني ما عندهم موجودين. كان الموضوع كتير له دور إيجابي صراحة بيني وبينك، وما توقعت بيني وبينك يكون هالشيء هذا. نحن عم نتجه للموضوع حاليا ان هدول الاطفال يكونوا ظاهرين بشكل حلو، يكون دور كثير دور مميز نوعا ما. فمثلوا، ونحن هذا ان شاء الله برنامج بمسلسل برمضان على ما اظن. متامل احنا انه يكون دور
مهم ان شاء الله استاذ عماد. ان شاء الله استاذ منتصر، طالما اليوم عم تشتغلوا على الاضاءه فهي بحد ذاتها خلينا نقول انجاز يعني، وخاصه وقت نقول اطفال الداون. اليوم في صعوبات بخطه العمل مع هدول الاطفال بشكل، خلينا نحكي عن اهم الصعوبات اللي ممكن تواجهكم، هل هي بالتدريب، هل هي الظروف ما كثير عم بتساعد؟ هلا اكيد اي عمل، في عندك عمل مجتمعي بده يكون في عندك سلبيات وعندك ايجابيات وعندك معوقات نوعا ما. المعوقات نحن نقول ان هي جوز الاطفال، بالعكس ان ما عندهم شيء اسمه اني ما بتقبلوا، بالعكس اني بتقبلوا اي شيء بتعمليه بصراحه بيني وبينك. عم نحاول احنا ندخله بسوق العمل، نقول له دور ايجابي نوعا ما. وهلا حاليا بقول لاول مره هي على التلفزيون اني في عندنا هلا طفل اشتغل بمول وصار له تقريبا ثلاث شهور نوعا ما عم يشتغل، كان له دور ايجابي. وحتى معنا كمان اربع شبيبه شباب حيشتغلوا بمعمل ادويه، عشان كان له دور معين نوعا ما. انا بالنسبه لي المعوقات هي اكيد في عندك معوقات، جوز دعم مادي لوجستي الحمد لله امورنا تمام نوعا ما. المعوقات خلينا نقول ان هي ما هي معوقات مع الاطفال، معوقات يعني مع الظروف نوعا ما. اليوم المجتمعات الاهليه وين عم بتكون دورها بهيك قصه بموضوع الدعم؟ كيف؟ المجتمعات الاهليه، المجتمعات الاهليه مشكله نحكيها بشفافيه اكثر، ان يعني في امور اهم من الموضوع، موضوع الاطفال مثلا، موضوع لقمة العيش والى اخره. هلا اكيد ان عندهم تواجد بهالموضوع بالذات، بس في شيء اهم، في اهم وفي اهم عندك يا يعني نعمة. ممكن بهاي الظروف، في هالظروف هي تماما. امبارح كنت انا بمحل كثير حلو هو كافيه سوسي، شرح قلبي عن جد. يعني شو ما تروح على محل انت بتشوفي اطفال قدام عينك عم يشتغلوا بقدموا كذا كذا الى اخره، المحبه لهم والاحترام لهم، عم بقدموا مثلا قهوه، بقدموا الاكل كذا كذا الى اخره. ضليت تقريبا رحت تقريبا شي ساعه 6 على 3 ساعات ما حسيت حالي شلون قاعد معهم يعني عم بحكي معهم. فصورنا وحكينا والى اخره. بتمنى هذا الشيء يطبق بحلب، مو بس بحلب، يطبق كل محافظه، اني بالاخير بيعطي انطباع اني يعني فعلا اني عندنا حب من جواتنا وعندنا شيء، عندنا امل للموضوع بالذات ان شاء الله. استاذ منتصر، كثير من المبادرات اللي عم بتقوموا فيها وخصوصا لذوي الهمم، خلينا نحكي اكثر عن هي المبادرات. هلا نحن اشتغلنا على مبادرات كثيره، هي موضوع تصميم الازياء اللي ممكن شفتوه من قبل نوعا ما. تصميم الازياء كان في موجودين مصممين، موجودين مهندسين، كان موجودين الواقع. دوره ورشه عمل لثلاث ايام تقريبا، كانت شملت رسم والى اخره. بعدين هذا الرسم اللي هن رسموه من خيال، من نسج خيالهم نوعا ما، طبقناه باحد الورشات الصناعه نوعا ما، طبقوا وقصوه وظبطوه لونوه، طلعوا بعدين بعرض ازياء له. يعني هذا الموضوع كان له دور كيف صراحه، له دور ايجابي نوعا ما، عشوفه الناس. انا غايتي ان بالمبادرات تبعتنا او شغلنا معهم نحن نوعا ما بيقدم التحدي او بعطيها سكر او الى اخره، اني دوما اضوي عليهم طريقه صحيحه مضبوطه ويكونوا لهم دور يشوفوا الناس. موضوع التنمر كثير مهم صراحه، انا بتعرض له بعض الاحيان. التنمر يعني هذا الطفل مو منقول، هذا الطفل ذوي الهمم عنده طاقات، عنده اسمه كل اللي بيعرف انه فعلا ذوي الهمم انه هن عندهم قدرات تماما هائلة. قدرات رائعه جدا جدا، تحسي استثمريه بطريقه صح، تولديها بمحل المضبوط مثل عادي. فمتامل احنا يكون لنا دور لقدام، يكون دور مجتمعي، يكون له اسمه وله تاريخه. طيب وقت حضرتك عم تقول عندهم قدرات وعندهم مؤهلات جدا قويه، طيب هي القدرات بحاجه لتحفيز، والتحفيز بحاجه لكادر مدرب صح ليقدر يتعامل اول شيء انسانيا تماماً. يقدر يعرف وين نقاط الضعف عندهم ونقاط القوه قويه، نقاط الضعف نشتغل عليها كرمال تصير هي نقاط عاديه وممكن تتحول بيوم من الايام لنقاط ضعف. نحكي عن الكادر المدرب اللي كان بموضوع عرض الازياء اللي كان عم يدربهم بنشاطاتهم بشكل عام. هلا رح تشاركيه مع جمعيه الرجاء، اكيد لهم دور معين، هن موجودين معنا تدريب اضافي للستاف تبعهم، الستاف تبعنا نحن موجودين، عم دربوهم، عم اهلوهم لمواضيع معينه، موضوع النطق، موضوع الحركه، موضوع التنظيم، اني شلون بده يطلع مثلا على الستيج يعمل شيء معين او الى اخره. اكيد اي عمل بدك، اي عمل مجتمعي بدك يكون عندك ستاف معين ياخذ لي بهالقصه هي بالذات، يعطيك قوه ويعطيك دعم، لاني انت ستافك هو اذا كنا ننجحك انت بتنجحي انت. شيء طبيعي يعني نوعا ما، ان هذا الشيء اللي كان موجود بامور كثيره.
تمام استاذ منتصر، يعني باعتبار فينا نقول انه جائحه كورونا تقريبا خلصت او بنهاياتها، شو اللي خلى مبادره شهيق زفير تبقى وتنتقل من الجانب الطبي للجانب المجتمعي والانساني؟ هلا كورونا خلصت، شهيق زفير ما حتى خلص. شهيق زفير نبض سوري مجتمعي حابب يعمل شيء على الواقع. اتجهنا مثل ما قلت لك بالبدايه اني انا دول الاطفال بحبهم، عندي هاجس اني هدول بحبهم صراحه ودوما لهم دور معين، فاتجهت لهم انا بطريقه بحيث اني يكون لهم سقطات معينه واضاءات معينه للاطفال هدول عشان يكونوا هن لهم دور مجتمعي، يكونوا لهم هن بالمستقبل لهم شيء يحفزنا للعمل الواقع. انا بطمح لشيء معين حاليا هو اني نعمل عمل مسرحي بدل الاوبرا بحضور جمعيه الجمعيات. هذا الموضوع ان شاء الله اذا رح ياخذ وقت نوعا ما بس يكون جدا جدا رائع. فمتامل كل الخير وان شاء الله يكون لنا كله خير يا رب. طالما نحن عم نحكي عن الموضوع الانساني والعطاء فنحن عم نحكي عن موضوع مستمر مدى الحياه. زيارتك للشام والتشبيك مع الجهات المعنيه ومع الجمعيات الاخرى، خلينا نحكي اليوم هيك عن اهم الخطط القادمه. هلا اي عمل مجتمعي رح يكون دوما في عندك شيء مهم عندك، اني اذا ما شبكتي مع الجمعيات ما حتنجحي انت، يعني ايد وحده ما بتصفي بصراحه، فاكيد يكون مجموعه ايادي حتكون موجودين. اكيد معنا رح نكون فرق رح يكونوا موجودين معنا بالواقع، رح يكون لنا دعم لنا بالذات بامور كثيره. بتشكر دوما نحن الامانه السوريه اللي هي دعمتنا جنسيا اللي دوما هي بتعطينا الدعم. اي عمل رح يكون في دعم له عن طريق الجمعيات. وان شاء الله خير، بس متامل انه يكون موضوع ياخذ دور ايجابي نوعا ما ان شاء الله. يعني اليوم العمل التطوعي ومن خلال تجربتك بهذا المجال والكادر اللي عم يعمل معك، قديش بتشجع على هذا الشيء العمل التطوعي وخصوصا بالظروف اللي نحن عم نمر فيها؟ هلا لقول لك شغله، العمل التطوعي اي انسان عنده هذا الموضوع جواته بصراحه، فنحن دوما اي حدا عنده قدره عنده امكانيات عنده قدره بدنيه عنده قدره مثلا يشتغل هالموضوع عليه بندعي انه يكون موجود معنا موجود على ارض الواقع عشان يكون هو عم يحس بهذا الشيء اللي عم نشتغله نحن. فاي حدا عنده قدره رح نجهزين نتعامل. شو هي القدره وقت نقول عنده القدره وعنده الوقت الكافي؟ يعني اليوم شو مؤهلات الشاب او الصبيه اللي بيروحوا بمجال التطوع؟ هلا اول شيء عندك بالدرجه الاولى اول شيء الحب، الحب عندك الحب الحب اساسا عندك، يعني حب ان يتطوع مع الناس، حب مساعده الناس، حب ان يكون يعطوا مثلا جواتهم شيء حلو، عنا يكون عنده قدرات معينه، قدرات بدنيه، قدرات مثلا يكون درس مستوى معين، درس شيء امور بقصة الموضوع بالذات نوعا ما. اذا كان عنده حب عنده من جواته شيء حلو اكيد بيقدر يعمل شيء. على فكره اي انسان عنده يعني بحسن اي حدا بحسن يساعد وبحسن يشتغل نحن له اهلا وسهلا فيه. حتى فينا نقول المتطوع هو نفسه كمان بيستفيد وبياخذ خبرات من هذا المجال طبعا بيشتغل. هلا انا اللي شغلي بصراحه انا عملي مع الاطفال هذول ذو الهمم اعطاني كثير، اعطاني طاقه ايجابيه، خلاني احب الناس اكثر، خلاني احس بالناس اكثر، خلاني اقول فعلا ان هدول اشخاص عندهم مواهب كثيره. هو نحن ما بنعطي حب، هو بيعطينا حب، هو بيعطينا السعاده، هو خلينا نسميه هو دكتور مجرم السعاده هو. هذول الاشخاص اذا تعاملتي معهم انت بتحسي فيهم مثل عادي. اكيد اكيد. طيب اليوم وقت بنحكي عن هي الشريحه من الاطفال بنرجع نحن بناكد انه نحن عم نتعامل مع شريحه خاصه، اليوم الاهل لهم دور طبعا. يعني اليوم انتم لحالكم ما فيكم تشتغلوا على الارض بشكل كثير صح وتقدموا يصير في انجاز طالما في طرف سلبي بالقصه. اكيد اليوم الاهالي كلها بتحب هدول الاطفال، ولكن عندنا بعض خلينا نقول نسبيا القصه بجوز عندهم اياها مشكله، يعني وهي واقع اليوم نحن ما بدنا نجمل هذا الواقع، في اهالي كثير بتخبي هذا الطفل بالعتمه. تماما. اليوم كيف تتعاونوا مع الاهالي؟ كيف بيكون تشبيك بيناتكم؟ يعني خلينا نحكي عن هي قد ايه مهم اليوم هذا التشبيك. هلا اكيد اهالي له دور كثير اساسا بهذا الموضوع بالذات. الاهل هن اساسا منشا الموضوع عنده اياه بالاساس. اكيد الاهل تعبانين، يعني في اهالي انا حسب معلوماتي تعبانين على اطفالهم حتى وصلوا مراحل معينه بصراحه. في ندوات، في حول حوارات تشاركيه مع الاهالي اني هذا الطفل مثلا بحاجه لمعين، بحاجه لشيء، بكون جواته بشيء في حاله عصبيه معينه، فنحن دوما بنقول له الاهالي ان هذا الموضوع لازم تاخذوه بطريقه ايجابيه عشان ما ياثر على الطفل نوعا ما. تمام. اي عمل بده يكون مع الاهالي حيكون هو دوما له تشاركيه، له دور مهم. نعم. خلينا نسميه اني هذول الاهل هن الاساس،
فاذا ما كانوا قدموا الموضوع صح اكيد احنا نفشل نوعا ما، احنا لحالنا ما خرجنا نعمل شيء بدون مينيك. بدهم يكملوا المسيره معكم يعني بالبيت. تماما هن داعمين لنا بصراحه بدون مينيك. ففي عندك كثير من الاهالي انا يعني حد علمي نوعا ما ان كانوا اولادهم بالظل هلا حاليا صاروا بالنور. يعني بعض الشيء اللي عم شوفوا نحن عم نشتغل على الموضوع ان اظهارهم بطريقه ايجابيه بطريقه صحيحه مضبوطه، فهن الناس بتيجوا للموضوع ان بطريقه ان اوكي لازم احنا نكون موجودين معهم، لازم احنا ندعمهم، لازم احنا نعطيهم قوه. ما في احلى من العطاء، واكيد احنا دوما بنعطي بكل شيء. كثير حلو استاذ منتصر، يعني خصوصا انه في بعض الاهالي كانوا يخجلوا بابنهم لما بيكون عندهم هي الحاله، دائما بيخلوه يكون انطوائي، فهي المبادرات اللي عم تقوموا فيها وتحفيزهم وتعليمهم وعم تطالعوا القدرات اللي عندهم يعني اليوم. تماما. هلا اكيد هلا احنا بالاهالي بيخجلوا بعض الاحيان، بقولوا مثلا مع اطفالهم بالشارع اني بقول له شوف هذا كذا كذا لك. لا بالعكس، هلا بتوقع النظره هلا شوي اختلفت نوعا ما. كنا من فتره قصيره كنا بزياره معرض، ما تشوفي الناس الموجودين العارضين هن شو عم بلفون، شو عم بحضنوهم، شو عم بحاولوا دوما يستوعبوهم صح مثل عادي، اني هذا الاطفال هدول عندهم امكانيات حلوه وعندهم حب من جوات وعندهم شفافيه حلوه. فكانوا هن موجودين معهم، كان درجه الحب الموجوده العطوه هن بصراحه كان يعني عن جد حلوه كثير كثير. انا بتوقع اختلف الموضوع شوي نوعا ما عن قبل، لاني الناس صار شوي عندها وعي هذا الموضوع بالذات، ان عندهم قدرات ان الاطفال هذول. سيد منتصر، احيانا بنشوف طفلين متلازمة الدان، ولكن بنشوف كل شخص فيهم هو بمستوى غير الطرف الاخر. بنشوف متلازم الداون عم يقدر يحكي معك، عم يفهم عليك، عم يقدر يشتغل شيء بايده، ونشوف الطرف الاخر هو حدا مهمش ما كثير عم يقدر انه يجاوب معك. اليوم اكيد في تدريبات وفي تاهيلات جدا مهم، اليوم شو بيكون الفروقات يعني؟ خلينا نقول هلا خلينا نقول هدول الفروقات نوعا ما، ان الاهل له دور بالاساس. نحن دوما بنركز موضوع الاهل. الداون عندك يا شديد، عندك داون نوعا متوسط. الاهل بيحافظوا الموضوع، بيطوروا الموضوع، بيطوروه اكثر واكثر، طلعوا من جواته امكانيات. ان احنا موجودين احنا معهم اكيد، بس الاهل موجودين 24 ساعه فاكيد متواجدين معه، بيعرفوا شيء نقاط الضعف، بيعرفوا فيها شيء. انا بعرف كثير حالات الجمعيات او المؤسسات له دور كان نوعا ما، بس الاهل هن الاساس. فاكيد مثل ما قلت لك اني الدوام عندك خفيف، عندك وسط، في عنده الاطفال بس يحكوا بطريقه مضبوطه مثل العاده، بيحسنوا مثلا يعملوا شغلات كثيره نوعا ما، حتى في اطفال بيغنوا، انا ما توقعت في عندي اطفال صار يغنوا مثل العاده او كذا، بتعرفي درجه النطق بعض الاحيان عندهم اياها شوي صعبه. فهن بالمجمل هن ان هذول الاشخاص هذول بحسن يتصرفوا مو بالنطق نوعا ما، اني بجسمهم بحركاتهم لغه الجسد تماما تماما. فهذا له دور كثير مهم، لان هن بالاخير نحن بنركز على موضوع الاهل، ونحن لنا دور دوما نحن مكمل لهذا الموضوع بالذات حتى نكون مجتمعين مع بعضنا. تمام. بالختام سيد منتصر، اكيد بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بالشيء اللي عم تعملوه، ولكم منا كل الحب والاحترام، وشكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك. نورت الشام، وهيك ترجع بالسلامه على حلب. سلام لكل اهالينا بحلب اكيد، واكيد بنتمنى لكم الاستمراريه، وتحيه من خلالك لكل فريق شهيق زفير. شكرا لك سيد منتصر، اهلا وسهلا بحضرتك. يا هلا.